ونعرف اش قاعد نخدم مع الملاعبيه بتاعي. لعبنا شبان، لعبنا الصغار، لعبنا الكبار، سرفا مخشي فورمونا. عملت اللي عليا، نخدم صباح وليل بقلب، بين نحشم فريمون نحشم. ما زلت انا نسكن في تيزي وزو، معناتها قاعد نرى في الناس كل يوم نحشم، حتى واحد من الجمهور باش يسلم عليا انا نحشم. هما يظهر لي ما عندهمش هذا، انا عندي هذا، انا نحشم نحشم كي راي كيب كيما اليوم ولا كيما المباراه الفارته، معناتها سرتو اليوم بذيحه ينحيوني بالله ينحيوني. شنو المشكل؟ مشكلتهم الملاعبيه باش ينحيوا مدرب يلعبوا هكا يضحكوا على روحهم هكا. ما عنديش مشكل مع الملاعبيه، جو بونس با عندي مشكل مع الملاعبيه، اما سي انت اذا انت تخمم هكا فما مشكل بين لونترونور وملاعبيه. تحب انت تعملوا المشكل في تيت في تفكيرك انت، وهما يلعبوا هكا يضحكوا على روحهم. هما ما يضحكوش علي انا، يضحكوا على فريق، يضحكوا على جمهور كامل، يضحكوا على قبائل الكل. لو كان توصل الملاعبيه تلعب معناتها يعملوا الاشياء كيما ذي، فهمتني انت؟ ديزولي ما نتصورش، انا ما نتصورش باش نرى، ما نعرفش. مازلت باش تدور في تيزي وز ورا ناس معناتها جمهور نتاع القبيل يرى فريقه هكا اللي انا ندرب فيه. انا نحشم حتى باش نسلم على الناس، جو في افيك الناس، انا عايش مع الناس، انا عايش في تيزي وز وعايش مع الناس. وقت اللي راه الناس جاي باش نحب نفرحهم، قاعدين نخدموا صباح وليل. وقت اللي راه فريق كيما هكا معناتها ينزل بدون روح بدون ولا شيء، انت اصلك ترجع لروحك تقول اش قاعد تريني؟ انت اش قاعد تريني بالليل؟ بالليل سامحني، اش قاعد انا ندرب فريق؟ شوف تاريخي، باش اليوم الفريق بتاعي كل هجمه نستنى في الهدف الثاني والهدف الثالث، والاخطاء الدفاعيه واخطاء دفاعيه، وفريق مفتوح هكا. اجا شوفني انا اش قاعد ندرب وسط اسبوع، وشوفني انا اش قاعد نحكي مع الملاعبيه، وشوف الملاعبيه اش قاعد نهدر معاه في الكلام. كبير جمهور كبير، اللي نجيبهم ملاعبيه لازم عندهم كاركتير وعنده شخصيه قبل ما يكونوا ملاعبي. الفريق هذا كما في تونس عندنا الافريقي والنجم الساحلي والترجي، ما يلزمش يجي اي ملاعبي، يلزم الملاعب اللي باش تجيبه عنده كاركتير. اللي يبدا مستانس مبارتين وثلاثه يخسرهم، انت انا مدرب ما نحملش مبارتين نخسر، انا نموت. انت ملاعبي مستانس اللي ما عندوش كاركتير وما عندوش شخصيه، اي فيهم بعض ملاعبين ديما نقوله لهم راهو مش خاطر توا انا باش نرجع على روحي، نتحمل انا الخساره، ما يتحملها حتى واحد ملاعبيتي، ما يتحملوش، انا نتحمل الخساره. لا بروفوني في الماتش وانا خاسر، انا جيتك لهنا ما عندي حتى مشكل، نتحمل كل شيء وفشلت عادي، شو المشكل؟ انا عملت اللي علي ما نجحتش، ما انا عملت اللي علي، انا ضميري مرتاح، خدمت صباح ليل ضميري مرتاح، الفريق مش قاعد يقدم كما انا نحب.